صباح الخير، انا ياسمين، والنهارده فيديو جديد هيكون عباره عن الرسمه دي وكمان كام تكنيك في الالوان الخشب، مفيد جدا وهتحبه. اول حاجه الادوات، هبدا اطلع الحاجات اللي انا هحتاجها في الرسمه دي. هحتاج قلم رصاص واستيكه وقلم تحديد وفرشة واللصق اللي هثبت بيه الورقة وألوان فابريكاستل المائية. بعد ما جهزت الأدوات اللي أنا هحتاجها، هبدأ أجهز الورقة اللي أنا هرسم عليها بإني أثبتها. فهبدأ أقص اللصق ده قطع صغيرة عشان أثبت بيها الورقة بالشكل ده وما تتحركش مني. وانا بثبت الورقه حابه اقول لكم شكرا شكرا جدا 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 على تعليقاتكم الحلوه دي. بصراحه هي بتشجعني جدا كل مره، ودايما بتحمس ان انا اعمل فيديو جديد عشان اشوف تعليقاتكم واتفرج عليها وافرح بها جدا جدا. شكرا لكم المره التانية. بعد كده هبدا ارسم الاوت لاين بتاعه الرسمه. بالقلم الرصاص بالشكل ده هبدأ في البنوتة اللي على اليمين دي، وبعد كده زيها بالظبط هبدأ أعمل البنوتة اللي على الشمال. بعد كده هبدأ أرسم الإيد بتاعت البنوتة، من الجنب اليمين بطلع لفوق كده ومن الجنب الشمال هبدأ أنزل بالشكل ده، وهكمل باقي البنت بشكل كروكي مبدئي كده لحد لما نحدد الرسمة بالشكل ده. دايما وانا برسم لازم يكون عيني على الاصل، هو الاصل انا حطيت اسراء الاصل على اليمين فوق اهي عشان تشوفوها معايا وانا برسم. وهبدا اكمل نسب الجسم بتاع البنت اللي على اليمين دي بالشكل ده. يعتبر كده يعني خلصنا الاجزاء المهمه في الاوت لاين بتاعه البنت اللي على اليمين. هبدا بس اكمل الايد بالشكل ده. دلوقتي هبدا اعمل التقسيمات بتاعه الشعر، هي ممكن تكون بشكل غير متناسق زي ما انا عملت كده، وفي كل الاحوال هي تطلع كويسة. حبيت ان البنت التانية يكون شعرها مختلف عن البنت الاولى، فهعمل لها ضفيرة صغيرة كده بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نكمل الجسم بتاع البنوتة التانية، هو بالظبط نفس شكل الأوتلاين بتاع جسم البنوتة الأولى ولكن بشكل معكوس. نبدأ نعمله دلوقتي مع بعض.
مش عارفة انا قدرت ان انا اخليهم الاتنين زي بعض ولا لأ، لكن اعتقد هما شبه بعض. بعد كده هبدأ اكمل برضو الايد بتاعت البنوتة بنفس شكل الايد البنت الاولى. هنا في السهم ده كنت بقولكوا ان اهم جزء في الضفيرة هو الجزء اللي في النص ده، هو اللي بيحدد شكل شعرها. بعد كده هبدأ اكمل الايد عادي خالص بالشكل ده. في الوقت ده حسيت ان الالم ما كانش مساعدني، فحبيت ان اختار قلم ارفع شوية عشان اقدر ارسم بيه تفاصيل الايد الصغيرة بالشكل ده. هكمل ايد البنوتة برضو بنفس شكل البنت الاولى. بس كده يعتبر احنا يعني خلصنا الاوتلاين الاساسية بتاعت الرسمة. هنبدأ ان انا احدد الرسمة بقلم اسود. قدامنا نقطتين في التحديد، ممكن ان احنا نستخدم القلم الاسود اللي في علبة فابريكاستل المائية ده، وممكن ان احنا نستخدم قلم تحديد اسود اللي هو القلم ده. في الرسمة دي انا حبيت ان انا استخدم القلم التحديد. هبدأ ان انا احدد امشي على الرصاص بالقلم الاسود عادي خالص، ولكن لو في اخطاء بالقلم الرصاص كنا عاملينها لازم نظبطها قبل ما نحدد، علشان قلم التحديد طبعا ما بيتمسحش وما بيتعدلش. هبدأ امشي على كل الرصاص اللي في الرسمة كله بالشكل ده. وكمان هبدأ أحدد الشعر بالطريقة دي. وبس كده هبدأ أحدد كل الرسمة وهرجع لكم مرة تانية. كده أنا حددت الرسمة كلها، وكمان اخترت الألوان اللي هلون بيها الرسمة. اخترت إن البنت اللي على اليمين تكون من فوق بيبي بلو، اما البنتين من تحت نفس اللون هيكونوا اللون الاخضر. دايما بحب ان الاوتلاين اللي احنا عاملينها تكون بالاخضر الدارك جرين بالشكل ده. اما الجزء اللي جوه الاوتلاين بخليه باللون الفاتح عادي، مش مشكلة، بحس ان الطريقة دي بتعمل معايا نتيجة كويسة. بدأت أمشي على الأوت لاين باللون الغامق بالشكل ده. هنا لاحظت غلطة أنا عملتها، إن لونت جزء بالأخضر الغامق أنا مش كنتش حابة إن هو يتلون، فهبدأ أمسحه على قد ما أقدر وهبدأ أعالج الموقف ده بعدين يعني. تمام. زي ما قلت لكم بقى بالاخضر الفاتح هبدأ بقى الون اللي جوه الاوت لاين بالشكل ده.
هنا برسم كله في خط واحد في اتجاه واحد، خطوط خطوط جنب بعضها لحد لما بخلص الجزء اللي حابة ألونه. هنا برضو بالدارك جرين بدأت ان انا احدد الاوت لاين كده بالشكل ده برضو بنفس الطريقة، وكمان من جوه الاوت لاين هلون برضو بالاخضر الفاتح. بعد كده حبيت برضو ان الاوتلاين من الجزء اللي فوق تكون باللون اللي اسمه الفيروزي او القرمزي، بالشكل ده كده انا حددت الاوتلاين باللون الغامق. بعد كده بالبيبي بلو الفاتح هبدأ اني الون الجزء الداخلي للاوتلاين زي ما انتم شايفين، كل التلوين في خط واحد في اتجاه واحد. وبس كده كده انا خلصت تلوين الجزء ده. في البنت التانية حبيت ان يكون اللون اللي همشي بيه على الاوت لاين هو الموف او البربل، وجوه الاوت لاين دي هلون بالبينك الفاتح بنفس طريقة البنوتة التانية. اوكي بعد كده هبدأ ألون لون البشرة باللون البيج عادي خالص، ده اللون برضو اللي موجود جوه فابريكاستل المائية. كل أجزاء البشرة اللي في الرسمة هلونها باللون ده زي ما قلت لكم، لازم التلوين يكون في اتجاه واحد. ما ينفعش نرسم ابدا خطوط وجنبها دوائر او خطوط بالطول وجنبها خطوط بالعرض، ده بيخلي التلوين سيء جدا. انما لازم نرسم كل تلوين في اتجاه واحد بالشكل ده، كله خطوط خطوط جنب بعضها خطوط، سواء كانت خطوط بالطول او بالعرض، المهم ان هي تكون موحدة، يا اما كلها بالطول يا اما كلها بالعرض. وكمان ما نسيبش اماكن بيضة في التلوين. هنا انا غلطت غلطة، لو تلاحظوا البنت اللي على اليمين البيبي بلو بتاع التيشيرت بتاعها ما كنت سايبة فيه اي اماكن بيضة، بالعكس كنت عاملة كل الخطوط جنب بعضها. اما البنت اللي على الشمال انا كنت عاملة خطوط جنب بعضها ولكن ما كانتش كتيرة بالدرجة الكافية اللي تخلي ان هي كلها ما يكونش فيها اماكن بيضة. بعد كده هبدأ اعمل اول طبقة في الشعر. دايما انا بحب استخدم التكنيك ده في تلوين الشعر، ان انا بعمل طبقة من لون فاتح بالشكل ده، ببدأ اوزعها بشكل عشوائي يعني. وبعد لما بوزع الطبقة الاولى دي ببدأ اني اسيحها بالمية، بجيب فرشة لكن فرشة تكون بس رطبة مش اكتر يعني، مش فيها مية كتير قوي، لا مجرد بس رطبة مش اكتر من كده. وببدأ اسيح اللون وادخله جوه مسام الورقة بالشكل ده،
بس كده كده انا سيحت الشعر. بعد كده هبدأ في شعر البنوتة التانية، حابة ان هو يكون درجته مختلفة عن درجة شعر البنوتة الاولى. هبدأ برضو اسيح، اوزع قصدي الطبقة الاولى من اللون بشكل عشوائي برضو بنفس الطريقة عادي خالص. مش بشكل عشوائي يعني، مش شرط بانتظام قوي يعني، لان هي مجرد الطبقة الاولى بس. لسه في طبقة تانية هنحطها في شعر البنوتة الاولى وفي شعر البنوتة التانية، ولكن بعد لما التسيح ده ينشف، بعد ما المية اللي دخلناها على اللون تنشف بفرشة رطبة برضو، هبدأ ان انا اسيح الطبقة الاولى دي. بالشكل ده هبدأ ان انا برضو اسيح درجة لون البشرة لحد بس لما تسيح الشعر ده ينشف. هبدأ امشي برضو فرشة رطبة خالص على اللون اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم ان الحركه دي ما تنفعش في اي نوع الوان تانية، لازم فابريكا استلمائية. لو حاولنا الحركه دي في اي نوع لون الوان تانية، الورقه للاسف بتبوظ ده اولا. ثانيا اللون اصلا ما بيتسيحش لان هو مش مهيأ للميه ومش مصمم انه يتعمل للميه. لازم تكون مكتوب على العلبه من بره، او يكون مرسوم عليها فرشة، او مكتوب عليها ووتر كولر عادي او بنسل ووتر كولر. بس كده كده بدأت ان انا سيحت لون البشرة. بعد كده هبدأ اسيح اللون الاخضر بالشكل ده بحيث ان هو ما يكونش فيه اي اماكن بيضاء ابدا، وادخل اللون كله في مسام الورقة. هنا هبدأ اسيح البيبي بلو في التيشيرت بتاع البنت الاولى. لكن الفرشة ما اسعفتنيش للدرجة الكافية ان هي تسيح اللون كويس، خلت فيه اماكن غامقة واماكن بيضة، ولكن انا هصلح ده دلوقتي. بعد كده بعد لما الطبقة الأولى نشفت من الشعر، هبدأ ان انا احط الطبقة التانية بان انا ارسم الشعر نفسه بالشكل ده بنفس اتجاه تقسيم الشعر اللي احنا عملناه بقلم التحديد. لو تلاحظوا دايما اتجاه القلم بيكون في نفس اتجاه الاوت لاين اللي كنا عاملينها بالشكل ده. بس كده هو ده التكنيك اللي انا بعتمد عليه عامة في رسم الشعر، ودايما بيكون ناجح معايا، وبصراحة انا حبيته لانه سريع وبيخلص بسرعة. كنت الاول بعتمد ان انا ارسم شعرايا في شعر اي بنوتة. هي الطريقة دي حلوة ولكن بتاخد وقت كتير. هنا برضو بدأت ان انا ارسم الشعر في نفس اتجاه الاوتلاين اللي احنا عملناها. تعمدت في الفيديو ده ان سرعته ما تكونش كبيرة قوي وتكون مقاربة لسرعته الطبيعية علشان اقدر اقول فيه كل اللي انا حابة اوصله لكم.
هبدأ ان انا اخلص كده في الرسمة، بس كده يعني اعتبر ان هي خلصت، ولكن هبدأ اصحح بس الاخطاء البسيطة بالشكل ده. هبدأ اشيل من الفرشة زيادات الالوان وزيادات الاستيكات بالشكل ده. هبدأ اني اصور الرسمة، ولكن عايزة اقولكوا ان الرسمة دي كانت طلب من بنوتة صغيرة خالص، طلبت مني الرسمة دي اكتب عليها ان هي تكون بنوتين، واكتب على بنوتة منهم امنية وبنوتة منهم اميرة، ويا رب الفيديو يكون عجبك يا امنية. وكمان لو انتوا عايزين ان انا ارسم رسومات معينة قولولي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنفذها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. باي باي.